أجابكم الله. السائل أخوكم في الله عين حاء باء من المنطقة الغربية بالمملكة، يقول: إن والدتي وأبناءها يسكنون في قرية، والدي متوفى وأنا أسكن في مدينة بعيدا عنهم، مع العلم أنني وليهم، وفي وقت عيد الأضحى أذهب عند والدتي وأبنائها فتعطيني الوالدة الأضحية من أغنامها وهي ذبيحة واحدة، وذلك لها ولأبنائها ولي أنا وزوجتي وأبنائي، هل يكفي ذبح أضحية واحدة لي أنا وأبنائي زوجتي ولأمي وأبنائها، أم لا بد من ذبح أضحيتين، واحدة لي وواحدة لهم؟ وإذا كانت واحدة لا تكفي فماذا أفعل فيما مضى؟ أفتوني مأجورين. تكفي الأضحية الواحدة عن صاحب البيت وعن أهل البيت، تكفي الأضحية الواحدة عن أهل البيت وعن صاحب البيت، وإذا نوى إشراك أحد معهم جاز ذلك وناله من أجرها. إن اقتصرتم على واحدة فلا بأس، وإن ذبحت عنك وعن أهل بيتك أضحية وهي تذبح عنها وعن أهل بيتها أضحية أخرى فالأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم، والأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة. نعم.